استقبلوا العام الجديد في مهرجان الشيخ زايد مع أفخم عرض للألعاب النارية لمدة 40 دقيقة، واللي بيحطم 3 أرقام في جينيس للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، بالإضافة إلى عرض الدرون الضخم بعنوان ويلكم 2022 باستخدام 2022 درون، واللي يعتبر الأول في العالم. واستمتعوا بالحفل الغنائي مع الفنانين عيض المنهالي وعلي صابر، إلى جانب العديد من العروض والفعاليات في مهرجان الشيخ زايد يوم 31 ديسمبر الوثبة أبوظبي. We'll be right back.